المشايخ في التربية على درجات، يعني ممكن الشيخ يجمع هذه الدرجات الثلاث بس بحسب المريدين. ممكن الشيخ إن كان من أصحاب الأحوال المحققين العارفين، وده اللي مفروض يكون في الشيخ، فهيربي بالحال، يربي بالحال، دي أعلى درجات التربية. ما يكون متحققا به من حال، المفترض ان المريد ده هو لو كان صادق هيستمد من حال الشيخ. اذا كان الشيخ من تحقق بحال لا يخلو حاضره منها، فعلى قدر صدق المريد. ان كان الشيخ متحققا بحال صدق، فلا بد لو كان هذا المريد صادقا في طريقه الى الله هيلقط، فاستمد منه هذا الصدق، كان له نصيبا من الصدق على قدر صدقه. لو كان الشيخ متحققا بحال تقوى، كان لهذا المريد على قدر صدقه نصيبا من هذه التقوى. لو كان الشيخ متحققا بحال حلم، بحال علم، بحال كرم، بحال من الأحوال، فلابد أن يكون لأصحاب الصدق من المريدين نصيبا من هذا، من هذه الأحوال. ولذلك كما سبق أن ذكرنا من قبل، حال رجل في ألف رجل خير من مقالة ألف رجل في رجل واحد. والشيخ أيضا يربي بالحال ويربي بالإشارة.